سألت سؤال ازاي نحفظ البطاطس والطماطم. الطماطم اذا في طماطم كميه موجوده عندي بالتاكيد ان انا هحتفظ بيها واعملها صلصه واشيلها في الثلاجه. بجيب الطماطم اعصرها او ابشرها او اضربها في الخلاط بعد ما تخلص من القشره. عارفين ازاي نتخلص من قشره الطماطم اذا موجوده عندي؟ بجيب الطماطم في شويه ميه ملح وبقطعها بالسكينه من فوق من هنا كده وبحطها في الميه لمده دقيقتين. بمجرد ما بشيلها من الميه بلاقي القشره اتفصلت عن لحم الطماطم. باخد الطماطم دي اضربها في الخلاط واعصرها واخليها تغلى على النار فتره طويله لغايه لما نتخلص من السائل اللي موجود فيها اللي هي الميه تتطيب، وبعد كده نعبيها ببرطمان بعد ما تبرد خالص ونشيلها في الثلاجه. ده طريقه حفظ الطماطم. طبعا بنضيف لها شويه سكر زي ما اتعودنا عشان نتخلص من الحموضه، ولازم السكر يغلي معاها. الحاجه الثانيه، الاول نحط بصله كده على النار، البطاطس وشويه ثوم، قلنا بصل وثوم، دي بطاطس بالدمعه. طبعا بصل وثوم موجود عندنا، الخير موجود والحمد لله مذكور في القران، البصل والثوم ده من الخير اللي موجود في مصر، موجود في القران الكريم. معانا اتصال الاخت ام اسماء من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيف احمد؟ الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله على حضرتك وادائك متميز والله، ربنا يكرمك. الله يبارك لك. الله يبارك. ممكن اجاوب على السؤال؟ اتفضلي. انا اتعلمت من حضرتك بصراحه، ما اكذبش على حضرتك، في برنامج صحتك في اكلتك حضرتك قلت ان هو معلومه في دقيقتين دي مش واخده، قلت ان احنا نعصر ليمون على البطاطس عشان ما تتودش، او الموز او التفاح الحاجات دي، يعني مش عارفه بقى الاجابه صح ولا غلط، بس انا حفظت من حضرتك كده. مظبوط. طب انا مش هقدر اقول الاجابه صح ولا غلط غير في اخر الحلقه. ما يهمكش والله خالص، احنا كفايه بس ان احنا بنشوف حضرتك على قناه الرحمه في برنامج المتميز، وربنا يبارك في حضرتك ويبارك في قناه الرحمه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك على الاتصال يا اختي. الحاجه الثانيه ازاي نحفظ البطاطس اذا هي موجوده عندنا كميه زي دي كده. طبعا بجيبها بحطها في مكان تهويه، دي ما بتتحطش في الثلاجه، بحطها مكان تهويه وتبقى كده يعني مش مكركبه على بعضيها، وبحطها في مكان تهويه مش هتقعد معايا كتير اسبوع يعني، دي ما اقدرش احفظها. عايز بقى احفظها فتره طويله لها تتشال في الديب فريزر وتجميد وموضوع تاني، ولكن ما انصحش ان هي تتشال في البيت فتره طويله اكتر من اسبوع او 10 ايام. اما اذا انت قشرتيها وعايزه تشيليها فطبعا احنا قلنا نشيلها في الثلاجه، بس هنقول في اخر الحلقه نعمل ايه. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها للساده المشاهدين، بروح على الراجل بتاع الخضار بشتري بطاطس واروح البيت اقليها.